للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف. أهلا بك سعادة السفير، ما هي أهمية عقد هذه الدورة في هذا التوقيت الحرج الذي يعاني منه الشرق الأوسط تحديدا والعالم في ترضي لأوضاع حقوق الإنسان، وما الذي يمكن أن يخرج به من نتائج؟ نعم، صباح الخير لك ولكل المشاهدين. طبعا الدورة 55 هي الدورة العادية التي تعقد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي دورة تستعرض كل الانتهاكات للدول وفقا للترتبية ووفقا للبرنامج لكل دولة. وطبعا ليست كل الدول معنية بهذه الجلسة 55، وهناك بعض الدول يتم استعراض ملفها الحقوقي، ولكن أهمية هذه الدورة أنها تأتي في ظل انتهاكات صارخة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أعتقد بأنه هذه الدورة ستكون يعني على المحك لبعض الدول التي ستقارب هذه المسائل الحقوقية وفقا للمعطيات القانونية وليس وفقا للمعطيات السياسية. ولكن الافتتاحية ستكون للمشاركين في الجلسة على المستوى العالي، أي الذي سيشارك فيها وزراء الخارجية لمدة أسبوع، سيكون هناك كلمات لعدد من الوزراء، وبالتالي بعد انتهاء الجلسة العليا سيتم الانقضاض في الأسبوع القادم الذي يليه من أجل الولوج إلى تفاصيل هذه الانتهاكات التي يعني هي ضمن الملفات التي يجب أن يتم دراستها. نعم، ذكرت نقطة مهمة سعادة السفير، وفكرة أن هذه الدورة على المحك، لأنه ربما كانت هناك بعض البيانات التي كانت تخرج من المجلس تجاه حقوق الإنسان وأيضا حقوق الحيوان وغيرها من حقوق مختلفة على مستويات عدة، لكن الموقف الآن أصبح صعبا لأن هناك حرب على قطاع غزة راح ضحيتها ما يقرب من 30,000 شهيد، وهناك ما يقرب من 70 جريح. ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها من قبل المجلس التابع للأمم المتحدة من أجل وقف هذه الانتهاكات بحق قطاع غزة وأيضا الضفة الغربية المحتلة؟ يعني أنا أرى بأنه ضمن هذه الجلسات سيتم استعراض بشكل عام لمجمل القضايا والانتهاكات الحاصلة في مجمل الدول التي تعاني من النقاط الساخنة، ولكن لا أعتقد أنه سيتم الولوج إلى تفاصيل مثلا لبعض الدول مثل فلسطين أو غيرها، لأنها ليست مدرجة بالتفصيل التي يمكن أن تكون مثلها مثل بقية الدول المدرجة مسبقا، لأن هناك جدول كما قلت لك، وهذا الأمر سيكون يعني تطرق له من ضمن العناوين الكبرى. ولكن أعتقد بأن تزامن هذه الجلسة مع اختتام أنشطة محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوة المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أعتقد سيكون له وطأة ضمن هذه الجلسات، وبالتالي لابد أن تعكس على الأجواء العامة التي تحصل. وأعتقد أنه اليوم عدد من الدول الوزراء، عدد من وزراء الخارجية الدول مثل الوزير المصري الأستاذ شكري سامح شكري، أعتقد سيتطرق إلى هذه القضايا، سيما أن هناك أيضا ندوات جانبية مثل التسلح النووي وغيره من القضايا المتعلقة بالحروب والمعارك والتي اليوم تستفيد منها إسرائيل من أجل الانقضاض على الحقوق الفلسطينية. لذلك أعتقد أنه وطأة الأجواء العامة والمقررات التي ستخرج منها محكمة العدل الدولية سيكون لها تأثير بشكل مباشر. نعم، خرجت بعض البيانات من أطباء بلا حدود تتحدث عن استهداف جيش الاحتلال للمراكز والمستشفيات في قطاع غزة. هناك أيضا دعوات من منظمات تابعة للأمم المتحدة تتحدث عن أن قطاع غزة أصبح على الهاوية، على شفا الهاوية نتيجة لتردي الأوضاع الإنسانية. أنتم كبعثة لمجلس المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ما هي تحركاتكم في هذا الشأن؟
نحن بدأنا هذه التحركات من أجل تأمين الأجواء القانونية وتسهيل المهام، وأعتقد بأنه أيضا ما ستقوم به إسرائيل غدا هي تقديم تعهداتها للالتزام بالمقررات التي خرجت بها محكمة العدل الدولية في 26 من شهر يناير الماضي، وهذا الالتزام نحن سنبني عليه وسنراقب هذه الإجراءات التي ستلتزم بها إسرائيل من أجل فتح المعابر للمواد الإنسانية وللمساعدات الإنسانية التي هي من ضمن وصلب عمل وقضايا ومعطيات محكمة العدل الدولية. لذلك أنا باعتقادي أن هناك حلحلة في هذا الإطار سنشهده في الأيام المقبلة، لأن مقررات المحكمة ستكون صارمة وستكون قاسية على الكيان الإسرائيلي، وبالتالي يعني هو ترك هذا الأمر لآخر يوم من الاستجوابات أو من سماع إذا أردت هيئة المحكمة العدل الدولية إلى عدد كبير من الدول، وحتى تبدي التزامها في نهاية هذا اليوم. وهذا ما نتمناه ونرجوه، ونتمنى أن يكون هناك جدية في الورقة الإسرائيلية تجاه هذه القضية، لأننا نعتاد واعتدنا على عدم التزام الكيان حتى لو كان هناك التزامات قضائية.